ننهي حصاد العام 2017 بهذين الملفين. الأول أعده الزميل آدم حسن مكاوي حول ذراعة الثروة الحيوانية والمياه. لكل زرع حصاد ولكل عمل ثمار ونتائج. فالعام 2017 تفصلنا عن توديعه سويعات فقط شهدت فيها القطاعات الثلاث: الزراعة، الثروة الحيوانية والمياه، إنجازات وإخفاقات عديدة سطرت في صفحة هذا العام. فمجال الزراعة الذي يعد واحدا من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك نظرا لأن البلاد تملك أراضي واسعة خصبة يشيد بها الكثير، إلى درجة أن البعض يقول لو زرع فيها أصبع لنبت. ولكن هذا القطاع انتابته كثير من التقلبات، أبرزها العوامل المناخية البحتة، حيث أن السكان يعتمدون على الزراعة التقليدية الموسمية، وهذا ما انعكس سلبا على هذا المجال. فالحملة الزراعية للعام 2017 كانت لا تبشر بالخير، وذلك بسبب عوامل عدة أبرزها الأزمة الاقتصادية التي لعبت دورا كبيرا في هذه المعضلة، وأن إنتاج الذرة لهذا العام مقارنة بالعام المنصرم لم يكن كما هو متوقع، وذلك على حسب ما جاء على لسان وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السلك، الذي أكد بأن الحملة الزراعية لهذا العام قد كانت فاشلة ولم تحصد أهدافها المتوقعة، مشيرا إلى أن وزارتهم قد وضعت آلية استراتيجية تساعد في تنمية الزراعة وفق تطلعات السلطات العليا للبلاد. الثروة الحيوانية القطاع الذي بدأ التعويل عليه كثيرا من قبل السلطات مؤخرا بعد عجز القطاعات الأخرى عن تحقيق ما تصبو إليه تشاد اليوم في صنع تشاد الغد، وكيف لا وأن البلاد تملك ثروة حيوانية هائلة تقدر وفق إحصاءات ب 94 مليون رأس من الماشية. وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني مكلفة بتطبيق البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتطوير وتحديث قطاع الثروة الحيوانية لكي يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 365 يوما ارتعت فيها الثروة الحيوانية الكثير من الإيجابيات التي طغت على الإخفاقات، حيث أن المشاريع المتنوعة كانت هي الإنجاز الأبرز لهذا العام. خلال عام 2017 أنجزت الوزارة وقامت بإنجازات نعتقد بأنها مهمة. من الإنجازات اللي نعتبرها مهمة جدا إنتاج 3,560,375 جرعة من لقاحات الحيوانات بمعهد بحوث الحيوانية من أجل التنمية إرد. كما خرجت وزارة الثروة الحيوانية عن المألوف لهذا العام، وذلك ببدئها حملة تطعيم المواشي مبكرا في غير الوقت المعلوم سابقا، فيا ترى ما هو السبب؟ التطعيم يجب أن يكون مبكرا، التطعيم المتأخر لا 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 يجدي، لذلك هذا العام هو التطعيم المثالي، لابد أن يبدأ من أكتوبر نوفمبر. فالحمد لله هذا العام قلنا لابد أن نحترم موعد انطلاقة التطعيم. المياه القطاع الحساس الذي يربط كلا القطاعين السابقين لأنه الكفيل بالحياة، دائما ما كانت وزالة تعطيه الحكومة السادية أولوية خاصة ليكون متوفرا في كافة الأراضي الوطنية. فحصيلة هذا القطاع رغم كل الصعوبات التي يعاني منها تبدو مشرفة، فالحكومة شرعت طوال الأعوام الماضية وخاصة هذا العام بإنشاء أبار المياه في مختلف أقاليم البلاد وخاصة المناطق الريفية النائية، إلى جانب البحوث والدراسات التي حتى الآن ما تزال قائمة في بعض المناطق التي يصعب فيها الحصول على المياه الصالحة للشرب. كما عقدت الحكومة العديد من الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات الدولية من أجل حل مشكلة المياه. وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجر خلال لقائنا معه أكد بأن العام القادم سيكون عاما فيه يغاث الناس، وذلك لأن وزارة المياه ستشرع في بداية العام 2018 بتنفيذ مشاريع إنشاء خزانات مياه وآبار ارتوازية وصيانة مسارات الصرف الصحي في عدد من المدن.
كما تطرق الوزير صديق عبد الكريم حجار إلى حصيلة هذا العام المغادر التي تبدو نيرة بنشاطات الإصلاح الداخلي التي هبت على مؤسسات وزارة المياه. ومع كل هذا الكم من الإنجازات والإخفاقات التي عاشتها القطاعات الثلاث في العام 2017، يكون هناك أمل كبير وتفاؤل أكبر بأن العام 18 و2000 سيكون شيئا آخر تماما إذا ما طبقت الخطة الوطنية للتنمية وحققت نظرة التوجه إلى الزراعة والثروة الحيوانية التي بدون شك لن تنمو وتتطور إلا بحضرة حامل الحياة المياه. فكل عام وتشاد النماء بكل خير.